طيب يا شباب، يبقى احنا عرفنا مع بعض دلوقتي اول شريانين بيخشوا معانا في النيزل كافيتي، الا وهو السفينو بلاتين ارتري، اول شريان عندنا ده، وتاني شريان عندنا هو الجريتر بلاتين ارتري. وعرفنا ان الاثنين برانشات من المجزيلري ارتري، بس الفرق ان السفينو بلاتين ارتري بيخش على طول من السفينو بلاتين فورامين، بينما الجريتر بلاتين ارتري بيتنيه ماشي في البلت، في الهارد بلت، وبيدي بلاد سبلاي اوف ذا بلت، وبعدين بيبدا ان هو ياخد بعضه ويطلع هنا يخش في الكنال دي اللي احنا بنسميها الانسيزيف كانال، ويشارك في الايه النيزل كافيتي بلاد سبلاي. طيب عندنا كمان من الشرايين المهمه الموجوده عندنا الازمويد الارتريس. طبعا كلنا اخذنا مع بعض انه هنا العظمه دي، شايف انت العظمه دي خدناها زمان في الباوندريس، تحديدا في الروف او السطح بتاع النيزل كافيتي، الكريبري فورم بليت اوف ازمويد بون. اخذنا ان احنا عندنا هنا عظمه كبيره تسمى الازمويد بون، وان الحته المنقطه او الحته المخططه ديت او الحته المسقوبه دي بنسميها الكريبري فورم بليت اوف ازمويد بون. يعني ده معناه ان انا هنا لما اجي اقول لك انا عندي شريانين، واحد اسمه ازمويد الارتري والتاني اسمه ازمويد الارتري برضه، يبقى عرفنا ليه اسمهم ازمويد الارتريس. لان هم بيبقوا ماشيين عند الازمويد البون. طيب عشان بس ما تتلخبطش ما بين حته كريبري فورم وحته ازمويد، لو رجعت للباوندريس او الحدود هتجد ان الكريبري فورم هي عباره عن قطعه من الازمويد بون. يبقى الفرق ما بين كريبري فورم وازمويد ان الكريبري فورم هي قطعه او جزء من الاجزاء بتاعه الايه العظمه الكبيره اللي هي اسمها الازمويد الايه بون. فلو قلت لك كريبري فورم او قلت لك ازمويد ما تبقاش انت ايه متلخبط. يعني في عندنا هنا شريانين بنسميهم الازمويد الارتريس، واحد بيخش من قدام والتاني بيخش من ورا، واحد اسمه انتيرو ازمويد الارتري ببساطه جدا، والتاني اسمه البوستيرو ازمويد الارتري. خلاص. طيب البرانشين دول جايين منين؟ بيبقى هنا في شريان ماشي في الحته دي، طبعا احنا زي ما احنا عارفين هنا بتبقى تقريبا الاي او العين، هنا في شريان بيبقى اسمه الاوفسالميك ارتري. الاوفسالميك ارتري ده وهو ماشي بيتدلع جنب العين بينزل شريانين، واحد اسمه الانتيرو ازمويدال والتاني اسمه البوستيرو ازمويدال، ببساطه جدا. خلاص كده. يبقى انا عندي هنا شريان اسمه الاوفسالميك ارتري بيدي واحد اسمه انتيرو ازمويدال والتاني اسمه الايه البوستيرو ازمويدال، الاثنين اسمهم ازمويدال عشان بيبقوا ماشيين عند الازمويدال بول، واحد قدام واحد ورا، فنسمي واحد انتيرو واحد ايه واحد بوستيريور. اخر واحد موجود هنا عندنا حاجه اسمها اللاترال نيزل ارتري، ويمكن تلاقيه في كتاب القسم بتاع طنطا مش كاتب لاترال نيزل وقام جاي مريح دماغه قايل لك فيشيال ارتري على طول ومريح دماغه كده. لو رجعت للبرانشات بتاعه الفيشيال ارتري في الفيس في بدايه الهيد خالص ايام ما كنا لسه صغننين وكنا بندرس الفيشيال ارتري في الفيس، هتجد ان في برانش من الفيس او برانش من اسف الفيشيال ارتري كان اسمه اللاترال نيزل ارتري، وقلنا اسمه اللاترال نيزل ارتري لانه بيبقى ماشي على اللاترال وول او الجدار الخارجي بتاع نيزل كافيتي. اسكت وانا ما قلتلكش ما قلتلكش ان ده هو اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي. فاكر لما زمان اتكلمنا عن الفرق ما بين اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي وما بين النيزل سيبتم عشان ندرس بقى الفرق ما بين الصورتين، انا هنا عندي في سوبيريو كونكا وفي ميدل كونكا وفي انفيرو كونكا، يبقى انا على طول بتكلم على ايه؟ يبقى ده على طول ايه؟ اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي او ده الجدار الجانبي بتاع النيزل كافيتي، بينما هنا الحته دي مساويه يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده السيبتم او ده الايه؟ الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي. لو مش عارف الحته دي ارجع للوولز اوف ذا نيزل كافيتي. طيب فيديو بتاع جدران النيزل كافيتي والفرق ما بين اللاترال وول والميديال وول والفرق ما بين اللاترال وول والايه والنيزل سيبتم. طيب يبقى ده اسمه الايه اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، انما ده اسمه الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي، ده اسمه اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، انما ده اسمه النيزل سيبتم. طيب ففي عندك هنا شريان اسمه اللاترال نيزل ارتري، سمي بهذا الاسم لانه بيروح عند اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي فسميناه لاترال نيزل، وبالمناسبه هو برانش من الفيشيال ارتري اللي خدناه زمان في مقدمه الايه في مقدمه الايه الهيد. في حركه بقى تلاقيها في كتاب القسم ام جاي مقسم لك اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي اربع اقسام، اربع ايه اربع ارباع، جاي اعمل لك كده خلاص كده اربع ارباع، وقال لك احنا عندنا اربع كوادرانت يعني اربع مربعات. خلاص كده ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه. طيب وبعدين عندنا هنا في اثنين قدام وعندنا هنا في اتنين ورا، هنسمي ده الانتيريور سوبيريور كوادرانت يعني المربع اللي فوق وقدام، هنسمي ده الانتيريور انفيريور كوادرانت يعني المربع اللي قدام بس تحت، هنسمي ده الايه البوستيريور سوبيريور كوادرانت يعني المربع البوستيريور اللي ورا وسوبيريور فوق، هنسمي ده البوستيريور انفيريور كوادرانت يعني بيكون ورا وتحت، يبقى انتيريور سوبيريور انتيريور انفيريور بوستيريور سوبيريور بوستيريور انفيريور. حلو الكلام. ابدا ارجع لك تاني كل الشرايين دي، بس كل شريان بقى على حسب موقعه في انهي ايه في انهي مربع من المربعات، هنشرح الكلام ده في الفيديو الجاي.